يقول هذا السائل ألف ألف عين في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا في سورة الأحزاب. أرجو أن تشرحوا هذه الآيات وما المقصود بالأمانة هنا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأمانة في هذه الآية المراد بها أمانة التكاليف الشرعية من أداء الواجبات وترك المحرمات والالتزام بما أحل الله وترك ما حرم الله، لأنها أمانة بين العبد وبين ربه عز وجل، فالمسلم مؤتمن على دينه. والله جل وعلا في هذه الآية يخبر عن شأن عظم الأمانة، يقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا. عرض الله على هذه المخلوقات أن تتحمل الأمانة، عرض تخيير لا عرض إلزام، فاختارت العافية، قالت: ما لنا إذا قمنا بها الأجر، قال لكم الأجر، قال: وإذا لم تقوموا بها عليكم الإثم. فآثروا السلامة وأشفقنا منها، خفنا من حمل الأمانة ألا يؤدينه على الوجه المطلوب فيعاقبنا. وحملها الإنسان الذي هو آدم وذريته، تحملوا هذه الأمانة وآثروا جانب الغنيمة على جانب الإثم، آثروا جانب الأجر على جانب الإثم، فتحملوا هذه الأمانة، فمنهم من قام بها ومنهم من ضيعها. ولهذا قال في الآية التي بعدها: يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات كان الله غفورا رحيما. الله أخبر أنه من أدى هذه الأمانة ظاهرا وباطنا فإن الله يتوب عليه ويغفر له ويجزيه الأجر العظيم من فضله وإحسانه، هذا في حق المؤمنين والمؤمنات الذين تحملوها ظاهرا وباطنا. ثم قال عن الذين تحملوها ظاهرا ولم يتحملوها باطنا وهم المنافقون: يعذب الله المنافقين والمنافقات. وكذلك من ضيعها ظاهرا وباطنا وهم المشركون والمشركات، وعد توعدهم الله بالعذاب. هذا والله أعلم معنى الآية ومدلولها.